أهلا بكم. احتفالا بعيد القديسين قسطنطين وهيلانا، حث سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران وعمان للروم الأرثوذكس جموع المحتفلين من رعية مرج الحمام على عيش حياة المحبة التي علمنا إياها السيد المسيح المخلص. التقرير التالي يسلط الضوء على هذه المناسبة السعيدة. يا قدوس أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد، أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى الآخرة الآخرين. ترأس سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران وعمان للروم الأرثوذكس القداس الإلهي لرعية مرج الحمام احتفالا بعيد القديسين المعادلي الرسل قسطنطين وهيلانا شفيعي الكنيسة هناك، بمشاركة قدس الأيكونوموس قسطنطين كرمش وقدس الأيكونوموس إليكسيوس خاقيش كاهن الرعية، وبمشاركة مرتلي الكنيسة وحضور أبنائها. يا رب يا رب اطلع من السماء وانظر وتعاهد هذه الكرمة واصلحها التي يمينك غرستها. لسنين عديدة يا وفي عظته قال سيادة المطران عطلة إن شفاعة هؤلاء القديسين هي بركة، فلنعش كما عاشوا مكرمين للصليب المحيي المقدس. كما وهنأ سيادته قدس الأيكونوموس قسطنطين كرمش بمناسبة عيد شفيعه وكل الآباء الذين يحملون اسم القديس. بسم الآب والابن والروح القدس أمين. أبناء المسيح قام. أبنائي حبيت اليوم أنا كمان أكون معكم حتى نحتفل بعيد كنيستكم، بعيد رعيتكم، بعيد القديسين المشرفين الملكين المعظمين قسطنطين وهيلانة شفعاءكم، شفعاءكم أنتو في كل بيت من هاي الرعية. أنا أؤمن لأنه هذا هو إيمان الكنيسة، عشان هيك في وسط بيوتكم موجودة بيت الله اللي فيه أمنا الفائقة القداسة وكل القديسين والقديسات، وفي شفاعة شفيعي الكنيسة قسطنطين وهيلانة، فهم شفعاءكم، هم معكم في بيوتكم مع الصليب اللي وجدته القديسة هيلانة، فشفاعتهم مع بركة الصليب هي دائما تكون معكم. وأنا حبيت أحكي لكم اليوم كل سنة وأنتم سالمين لكل واحد منكم، وبالأخص لكل واحد منكم بحم اسم قسطنطين أو كوستا أو هيلانة، كمان منحكي لهم باسم الكنيسة كل سنة وهم مسلمين، زي ما منحكي كمان لقدس أبونا قسطنطين كرمش كل سنة وهو سالم، كمان منحكي لقدس أبونا قسطنطين هلسي ولقسطنطين عماري اللي واحد في الشمال والآخر في الجنوب، منحكي لهم كمان كل سنة وهم مسلمين. وحث سيادته جموع الحاضرين على عيش حياة المحبة التي علمنا إياها السيد المسيح المخلص، وأضاف تحتفل الكنيسة بأحد الأعمى الذي اعترف بإيمانه الكامل بالسيد المسيح، شارحا أهمية أن نخضع قلوبنا ونسلمها على الدوام للمشيئة الإلهية. لما منعترف بجميل الله في حياتنا رح نقدر نعترف بجميل بعضنا لبعض، لأنه هاي هي العلاقة اللي بتربطنا مع بعضنا البعض كأعضاء في جسد المسيح، هاي هي علاقة المحبة اللي بتربطنا مع بعضنا البعض. بتلاحظوا نحن كمان كتير مرات منكون زي الفريسيين، ما منشوف إنه نحن أبصرنا نور المسيح وإن نحن صرنا جسد، أعضاء في جسد المسيح،
نحن جسد المسيح ونحن أبناء النور والقيامة، وبالتالي حتى نحافظ على هذا النور علينا نحافظ على هاي المحبة حية في قلبنا بعلاقتنا مع بعضنا البعض. كثير مرات منكون زي الفريسيين اللي كانوا في هديك الفترة، منشوف أخطاء الآخر ومنعطيها حجم كبير، منكبرها ومنصير ندينه ونحكم عليه، منصير ما نحبه ونكرهه، منصير ما بدنا نشوفه ولا بدنا نحكي معه، وبعدين بدنا نصير أكثر بكبرياءنا من ذلك، بدنا نربيه، بدنا نعلمه، بدنا نخليه يفهم خطأه. يا لجهلنا ويا لتعستنا أبنائي، ننسى النور، ننسى المحبة، ننسى تعاليم إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ومننسى إنه النور نحن أبصرنا. شوفوا هذا الإنسان شو حكى، ما بيهمني أنتوا شو بتحكوا، ما بيهمني إذا هو خاطئ أم لا، ما بيهمني أنتوا شو بتحكوا عنه، أنا بعرف إشي واحد، أنا أعمى وشفت وهو خلاني إني أشوف. هذا هو المسيح بعلاقته مع كل واحد فينا، هو اللي أعطانا البصيرة، هو اللي خلانا نيجي لهذا العالم وإنه نولد في هذا العالم ونكون أحياء من العدم إلى الوجود، من اللا شيء إجينا هو جابنا، وهو أعطانا حبنا لحد إنه مات من أجلنا عن الصليب. وعلمنا شيء واحد حكالنا، وصيتي بعطيكم إياها، شو هي وصيتك يا رب اللي عملت هالقد من أجلنا؟ شو بيجاوبنا؟ ما بدي شيء منكم، وصيتي لكم أن يحب بعضكم بعض كما أحببتكم أذى. بهذا يعرف العالم أنكم تلاميذي إذا أحببتم بعضكم بعضا. وقبل ختام العظة ألبس سيادة المطران خريستوفوروس قدس الأيكونوموس قسطنطين كرمش اللاطية تقديرا لجهوده وخدمته الكنسية التي تجاوزت 60 عاما، معلنا للجميع منحه لقب أرشمندريت. مستحق مستحق مستحق. وقال سيادته: إن هذا الأب الورع هو شيخ وعميد أبائنا في الكهنة، وهو معلم جليل بحياته، وهو بالفعل مدرسة وجامعة في علوم الكنيسة، وله بصمات مميزة تؤرخ له في كنيستنا الأرثوذكسية المقدسية. إحنا فرحتنا لما نأخذ من الكنيسة هاي البركة والنعمة، وشوفوا جمال أبونا قسطنطين قديش خشوعي قديش تقوى، هذا هو جمال الكنيسة، هذا هو عمل يمين العلي، مش عمل الإنسان ولكن عمل الله في الكنيسة. شوفوا جمال، شوفوا خشوع، شوفوا شيخ بار وجليل في الكنيسة، مستحق أبونا القديسين يوحنا الذهبي رئيس صادفة القسطنطينية يا قبل خدمة الإلهي وجميع القديسين ارحمنا وخلصنا يا سيد الإله الصالح والمحب البشري. المسيح قام من بين الأموات وداس الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور حقا لقد الرب. بصلوات بين القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. آمين.